وبداية حلقتنا اليوم بداية نسائية، فقد حققت العديد من النساء خلال العقدين الماضيين نجاحات باهرة من خلال إدارة أعمالهن من خارج منطقتنا العربية، منهن المهندسة زها حديد ومصممة الأزياء ريم عكرة وغيرهن. ورغم قصص نجاح السيدات العربيات اللواتي تألقن في مختلف مجالات الحياة في بلادهن، لا تزال تواجه السيدات العربيات تحديات مختلفة. وبهدف تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد في العالم العربي، سيقام مؤتمر أنا لبنانية عربية في 27 من يناير بالجناح اللبناني في إكسبو تنظمه جمعية السيدات القياديات. ويشكل المؤتمر فرصة للمشاركين للتواصل والتفاعل مع أشخاص يدعمون الأعمال والفرص الاستثمارية. هناك مهن أساسية تبدع فيها المرأة وتتألق أكثر من الرجل. أولها مهنة التعليم، فالمعلمات الإناث يشكلن النسبة الأكبر ضمن الطاقم التعليمي في العديد من النظم التعليمية في مختلف البلدان. كما تبدع المرأة في حقل إدارة الموارد البشرية، وخاصة لمن لديها القدرة على مساعدة الآخرين وحل قضاياهم ومشاكلهم. تشغل المرأة أيضاً موقعاً مهماً في المجالات الطبية المختلفة، ويعود ذلك إلى ما تحتاجه مثل هذه الوظائف من تقديم للرعاية، وهو ما تجيده النساء بالفطرة، التجميل. وسر نجاحها في هذا المجال لا يكمن في الريشة أو المستحضرات، إنما بقدرتها على اكتشاف ما يليق بها. أما الطبخ فنكهة الطعام الذي تعده الأمهات منزلياً تبقى الأفضل والأكثر تلبية لرغبات أفراد الأسرة وحفاظاً على صحتهم. في الاستوديو تنضم إلينا رئيسة جمعية السيدات القياديات مديحة رسلان. سيدة مديحة، أهلا بك، سعد صباحك، نورتينا في استوديو صباح العربية، أهلا بك. طيب سيدة مديحة، لو نتحدث عن مؤشرات نجاح المرأة العربية في الوطن العربي، هناك حديث عن نجاح، لكن هل تحققت الأهداف المرجوة؟ أكيد في نجاحات كثيرة، وهلا قطع معنا قصة نجاح يعني واضحة من السعودية. المرأة حققت كثير بالمستوى العربي، إن كان على مستوى عالم الأعمال أو السوشيال انتربرينورشيب وبأعمالها الخاصة وبعائلتها، واللي هو أهم شيء على المحافظة على القيم اللي هي حاملتها معها وعم تنتقلها من جيل لجيل. بالعكس بعتقد إنه المستقبل باهر للمرأة بالمنطقة العربية والبلاد العربية. أهم شيء إنه هي تبقى محافظة على هول القيم كلياتها تتطور، to keep on إنه عم تشتغل على حالها أكثر وتتعلم أكثر وتحافظ على أنوثتها، وهذا شيء كثير أساسي. هاي جملة كثير مهمة قلتيها فيما يتعلق تحافظ على أنوثتها. اليوم عم نشوف كثير حركات نسوية في هالعالم، وبدأ صوت المرأة يعلو أكثر فأكثر للمطالبة بحقوقها والتركيز عليها. إلى متى سينتهي هذا الصراع وهذه العقدة بين أنا رجل وأنا امرأة ولا أريد أن أظهر بأني ضعيفة أمامك؟ هلا وفي ذات الوقت أحافظ على أنوثتي. أكيد نحكي الحق، المرأة هي اللي بتربي. سو أول شيء لازم الامرأة هي تربي ببيت أولادها بطريقة متساوية، خلينا نقول من ناحية الحقوق، مش متساوية إنه البنت مثل الرجل، لا، كل واحد عنده خاصيته، بس بالحقوق يكونوا متساويين. هاي أول شغلة. شغلة تانية، هيدي الحالة اللي نحن عم نعيشها هلأ ترند عالمي إنه تمكين المرأة. أنا ما بحب أحكي بس خلص بعتقد صار هازبين تمكين المرأة، خلينا ننتقل للمرحلة التنفيذ.
اليوم المرأة موجودة وحاضرة وفاعلة وقيادية بالذهنية تبعيتها، وهذا الشيء لازم يتبلور أكثر بالنشاطات اللي هي عم بتحطها وبالقوانين بالدول العربية اللي لازم تحفز دور المرأة ووصولها لمراكز قرار لحتى تقدر تشارك وتكمل المجتمع العربي والاقتصادي بالبلاد. طيب فلازم يعني حلنا مش حلنا. طب سيدة مديحة، في الوطن العربي هناك مهن معينة تألقت فيها المرأة العربية كالتعليم والمجالات الطبية، لكن هناك مهن أخرى يتفوق فيها الرجل ويتصدر على المرأة، ما السبب؟ أنا برأيي مش غلط أنه يكون المرأة عندها مجالات هي يعني بتبرع فيها أكثر من الرجل، والرجل عنده بالنهاية نحن هون لنكمل بعضنا. إذا عملنا نفس الشيء ما حنكمل بعض، بالعكس أنا بشجع أنه المرأة بمحل ما هي شاطرة تتطور أكثر وتقوي مهاراتها بهيدا الفيل، والرجل نفس الشيء. هلأ في دايما سيدات عندهم ميول مثلا يمكن الأشياء بالعلم علمية، بالأشياء بالمات، أشياء بالأركيتكتشر، بالهندسة، هيدا كله موجود ومتاح للي بحب. أكيد ما في ديسكريميناشن بهذا الموضوع، ولكن مش غلط أنه كل واحد يتميز بفيلد معين. طيب أستاذة مديحة، حضرتك رئيسة جمعية السيدات القياديات، في صورة بالفترة الماضية كانت للحكومة الائتلافية بفنلندا كانت عبارة عن 5 نساء، 5 سيدات هم بشكل الحكومة الفنلندية. هل ممكن نشوف هيك شغلة في العالم العربي بحكومة عربية وتكون مشكلة فعلا من رأس الهرم في الحكومة إلى الوزراء؟ أرادي عنا بتونس مثل عن رئيسة الوزراء، يعني المرأة عم توصل مش ما عم توصل، منه حلم كبير، أكيد لازم تكون موجودة أكثر تمثيلاً بالحكومات العربية، وعم بتزيد هيدا أكثر لأنه صار في وعي على مستوى الدول والقيادات أنه المرأة اليوم بتضيف عندها قيمة مضافة، بتدور الزوايا، وهي بطبيعتها صانعة سلام، يعني بتقرب وجهة النظر وبتيسر الأمور من وجهة نظرها لأنها بتجمع. وفي شغلة خاصية كتير مهمة عند الأمرأة أنه هي ما عندها إيجو، وقتها تكون ناضجة ومتقدمة بتفكيرها بهمها القضية أكثر من شخصها، وهيدا اللي إحنا حاجة لإله ببلدنا العربية. بدك تسألي سؤال سهام؟ في شغلة كمان أنا بس هيك لاحظت أنه بين النساء نحن، هل عدو المرأة هو مرأة؟ أيام إذا في سيدات مش ناضجين كفاية ممكن تكون، بس بتكون عدوة نفسها هذه الامرأة اللي بتكون بتفكر بهالطريقة، لأنه بالنهاية إذا هي وقفت حد زميلتها أو صديقتها بالعمل هذا الشيء بيخلق جو إيجابي للكل، والكل بيوصل سوا، فما لازم يكون هالتفكير. يعني هذا مسيرة نضوج أي إنسان، إن كان امرأة أو رجل، رجال ما بيغاروا بيغاروا نفس الشيء، بس كل واحد بيعبر بطريقة غيرة النسوان. بعض يعني حدا بعنده طريقة تعبير بنكمل بعض. شكرا جزيلا على وجودك معنا رئيسة جمعية سيدات القياديات مديحة رسلان، شكرا لك. شكرا كثير.